هنا مسألة، وهي ما إذا أوصل إلى جوفه من الطريق المعتاد ما لا يؤكل عادة، كما لو ابتلع حصاة أو نواة أو نحو ذلك مما لا يؤكل عادة، هل يفطر؟ جمهور العلماء على أنه مفطر، والعلة في ذلك أنه وإن كان غير معتاد في الأكل والشرب لكنه سلك الطريق الذي أمر بالإمساك عن إيصال شيء من طريقه، سلك الطريق الذي أمر بالإمساك عن إيصال شيء من طريقه. واستدل جماعة من الفقهاء بما جاء في المسند والسنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضى عليه، ومن استقاء فليقضي. موضع الاستدلال في الحديث في قوله: ومن استقاء فليقضي. وأما وجه الاستدلال قالوا إن من استقاء أي استدعى خروج ما في جوفه فخرج، فلا بد غالبا أن يتراد شيء إلى جوفه، إذ إن الجوف يجذب ما وصل إليه. وهذا الراجع في الاستقاء لا يؤكل عادة، فهو كالحصاة وكالخيط ونحو ذلك مما لا يؤكل عادة، وهذا يعني ذكره بعض الفقهاء وهو واضح في الدلالة على ما ذكروا من التفطير بإيش؟ بما لا يؤكل عادة، فإنه لا يؤكل عادة القيبل، هو من المثل السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فالعود في القي مما تأنفه النفوس ولم تجري به عادة، وهو من مثل السوء. وعليه فإن إناثة الحكم في هذا المفطر أن يقال: الأكل والشرب وما كان في معناهما أو ما وصل إلى الجوف من طريقه المعتاد، من طريق المعتاد ولو لم يكن معتادا. قوله رحمه الله: أوبل عريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، في ذكر بقية المفطرات قال: أو بلع ريقه، بلع الريق هو ماء الفم، وقول بلع ريقه أي رده إلى حلقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، لأن وصول الريق إلى ما بين الشفتين يكون في حكم المنفصل، فكما لو ابتلع ريق غيره فإنه يفطر بذلك بالاتفاق. وأما ما كان من الريق جار في الفم فإن جماهير العلماء على أنه لا يفطر، وقيل إنه يفطر، والصواب أنه لا يفطر، ولو كان مفطرا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بيان ذلك مما تدعو الحاجة إليه.